جمانة مراد تدخل في نوبة بكاء شديدة بسبب الانتقادات القاسية التي واجهتها بعد وفاة طفلتها. ردت الممثلة السورية جمانة مراد من جديد على الانتقادات القاسية التي تعرضت لها مؤخراً بسبب صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حيث أطلت مع زميلتها الممثلة سوزان نجم الدين مرتدية ملابس كاجول باللون الأحمر، بينما تميز التوب بتصميم البطن المكشوف. وقالت جمانة في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: بكيت كأنه نفس اليوم اللي اندفنت فيه بنتي، العالم بتستكتر علي الضحكة وكتير وجعني موضوع الانتقادات. صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلعك من اللي انت فيه. وتابعت قائلة: الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، ما بنعمل له عزاء أصلاً، بس انجبرت لأنه الناس كلها بدها تواسيني. إلا أن جمانة دخلت في نوبة بكاء في المقابلة، تعاطف معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كيت كأني بنفس اليوم اللي دفنت بنتي فيه، كتير وجعني هذا التنمر. وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها جمانة على الانتقادات، فسبق وقالت في تصريحات لبرنامج إي تي بالعربي: الكثيرون لديهم عقل يميزون به ويعلمون أن الحزن ليس في الثياب ولكنه في القلب، مؤكدة أن عليها واجبات عائلية تجاه ولديها وزوجها ومسؤوليات كبرى. وتابعت قائلة آنذاك: لابد أن تستمر الحياة، الحمد لله على كل شيء. الحزن مش بالتعب ولا بأنه يعني، وبعدين الحياة بتستمر، بعدين أنا أم لولدين وزوجي. وكانت الممثلة السورية جمانة مراد قد فجعت برحيل طفلتها الصغيرة ديانا، ونشرت صورة على صفحتها عبر إنستغرام نعت فيها طفلتها الصغيرة. كان معي مضاعفات كتير تحديدا مع البنت. البنت ما كان وضعها مزبوط. وعبرت آنذاك عن حزنها الشديد نتيجة رحيل الطفلة، معلقة: فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد أنت بمكان أحسن بكتير. يا رب الهمنا الصبر والسلوين، وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب، والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي. كما توجهت بدعواتها إلى الله حامدة إياه.